كل ما عرف أرض الأرض أرض كل ما عرف أعزائي المشاهدين، تحية طيبة وأهلا بكم في برنامج مختطفات. تحت عنوان اغتيال القاضي أمر الله شريفي دليل تصاعد الصراعات بين عصابات النظام، نشر مركز دراسات الأهواز مقالا نقرأ فيه: أعلن مؤخرا عن اغتيال قاضا يعمل في محاكم الأهواز يدعى أمر الله شريفي، وجاء اغتيال هذا القاضي على خلفية تناقضات شديدة بين القوى صاحبة النفوذ التي تتصارع فيما بينها على استيلاء على ممتلكات المواطنين العرب الأهوازيين وحيازاتهم الزراعية، بالإضافة إلى مؤسسات النفع العام في الإقليم، وحول نشاط بعض العصابات من الوافدين إلى إقليم الأهواز التي تهيمن على معظم الدوائر والثروة في إقليم الأهواز العربي. يستند المركز على بعض المصادر الإعلامية المحلية فيقول: تحدثت الجرائد المحلية الفارسية الصادرة بالإقليم عن أن أحد مسؤولي بلدية مدينة الأهواز السابقين واثنين من ممثلي مجلس الشورى الإسلامي السابقين قد ألغى القبض عليهم من قبل محكمة طهران بتهمة تورطهم في الفساد المالي وسمسرة الأراضي. ثم كشفت هذه الصحافة عن اسمين مهمين ممن كانوا يعملون في الدوائر الحكومية في إقليم الأهواز، وهما حميد زنقنة المسؤول السابق في بلدية الأهواز، والذي كان حتى قبل عام عضو في الدورة العاشرة لمجلس الشورى الإسلامي، والثاني مهدي كهرام. هذان الشخصان عضوان في عصابة سبزوار رضائي، وقد غاما بمساعدة رئيس المجلس البلدي في مدينة الأهواز داريوش مومبيني بتزوير بعض الوثائق التي تمكنهم من الاستيلاء على أجود أراضي المواطنين العرب الأهوازيين، وعن بعض الأسباب والحقائق التي تقف وراء هذه الجرائم المنظمة، ومنها تصفية المنافسين. فيشير المركز إلى أن جهودا حثيثة بذلت من عصابة سبزوار رضائي لإطلاق سراح اثنين من عناصرهما وهما زنقنة وكهرام. وقد أشارت الجرائد المحلية أن القاضي المكلف بالتحقيق تمكن من وضع يده على ملفات خطيرة، وأن التحقيق في الاستيلاء على الأراضي وصل إلى مراحل مهمة، وبالتالي لم يكن أمام رموز هذه القضية والذين حسوا بالخطر الشديد إلى إزاحة
هذا القاضي عن طريقهما، وخاصة أنه تلقى تهديدات في القتل فيما إذا استمر بعمله. وفي موضوع آخر تحت عنوان إيران تحارب أمريكا على تخوم دمشق، نشر موقع إيلاف للصحافة مقالا بقلم الكاتب الكويتي سامي النصف، جاء فيه أن إسرائيل على الرغم من كل الضرر الذي ألحقته بالعرب طوال العقود الماضية، إلا أنها لا تعد العدو الأول والخطر الأكبر للعرب، فإسرائيل تحتل الأراضي وترجعها، تأكل ولا تستطيع الابتلاء، وهي عدو ظاهر، كما أنها لم تذب الهوية العربية لعرب فلسطين، فلا تفرض أسماء معينة ولا تمنع الحديث بالعربية، بينما إيران التي احتلت عربستان الأكبر من فلسطين والأكثر خيرات منها، فهي تمنع الحديث بالعربية وتمنع الأسماء العربية في عربستان، كما أنها استولت على نصف شط العرب والجزر الإماراتية الثلاثة، فهي تأكل وتهضم ولا ترجع ما تأكله. وفي خبر آخر جاء على الصحافة الكويتية تحت عنوان ترميم ديوان وبيت خزعل، ترميم لأهم المباني التاريخية في الكويت. أوردت وكالة أنباء الكويتية الرسمية خبرا نقلا عن وزير الثقافة الكويتي عزم بلاده ترميم بيت وديوان الشيخ خزعل الكعبي كأحد آثار التاريخية والثقافية على أرض دولة الكويت. وقال السيد الرفاعي وزير الثقافة الكويتي أن ديوان وبيت خزعل يعد من أهم المباني التاريخية في دولة الكويت من حيث القدم والتميز والقيمة التاريخية. كما أكد الوزير أن المبنيين يمثلان تاريخا لتاريخ الكويت، وهذا الأمر يعطي مؤشرات على تطور الحياة الاجتماعية والسياسية في الكويت، وخصوصا لغربهما من قصر الحكم. يذكر أن الشيخ خزعل الكعبي آخر أمراء عربستان كان يحظي باهتمام وتقدير بالغ من الدول العربية المجاورة، وله آثار تدل على علاقته الحميمة مع حكم